تمام. بس مش فكرة أقل. المهم إن هي هتكون سلعة جيدة. سلعة جيدة وفي نفس أسعار المواطن. نفس أسعار وسعر كويس أرض المواطن. يلا على بركة. الأساسي منه محبة الغلاء. يقدم خدمة جيدة لمواطنين منطقة الويلي ومفيش أي مشكلة وأي مواطن مصر برضو وتكون الحاجة بسعرها التنافسي حاجة صالحة ونظيفة وتحت الرقابة التعاونية برضو ربنا يكرمك. عايزين طبعا نخص بقى حوالين المكان لان بيبقى فيه عربيات عايزين نعمل له حرم يعني. انا عملت حرم مش حرم هو الحمد لله الموقع بتاعه كده. انا عامل له حرم اللي انت عايزه اي حد هيشتري هيشتري بدون اعاقه يعني اللي هو هيعيق الحرم. انا بعد اسبوع حاجه اصور هنا تاني لما تجي ان شاء الله.